السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المشاهدين الكرام في البث المباشر ملعب الأمير مولاي الحسن ومباراة ديربي الرباط ديربي العاصمة المؤجل عن الجولة 26 من الدوري الاحترافي الإنوي. اللقاء غادي يجمع بين فريقي الفتح الرباطي والجيش الملكي وطموح مشترك لتحقيق الفوز. الفتح الاقتراب أكثر من الصدارة والجيش الملكي للتمسك بالصدارة المهددة من طرف فريق الوداد الرياضي البيضاوي لأن الفارق نقطة واحدة أمامنا حسين عموتار إطار الوطني الحاضر إلى جانب مصطفى الخلفي. أمامنا كما قلت طاقم تحكيم هذا اللقاء بقيادة رضوان جيد على مستوى تقنية الفار وتقنية الفيديو تواجد كل من نبيل برقية وعبد الحق مستغفر. سننتظر حوار تكتيكي بين الإطار الوطني جمال السلامي وعزيز الصمدي وكذلك بتوجيهات كذلك من حسين عموتة. ديربي محلي عنده المكانة وعنده القيمة الفنية والرقمية كذلك الضغط المتعارف عليه في مثل هذه اللقاءات والمواجهات. مشات الكرة طويلة تدخل الدفاع من المنتظر ان يكون تنافس قوي على مستوى وسط الميدان. كل مدرب كما قلت انه وضع النهج التكتيكي المناسب من اجل ربح المساحات والنزالات الفرديه ومحاوله مباغته الخصم واستغلال الفرص الممكنه. يعرف ما ينتظره خصوصا في هذه المباريات الاخيره والتنافس القوي. تلعبات كره رضا سليم فرصه تدخل الحارس مهدي بن عبيد كانت تسديده قويه من رضا سليم امامنا والمهدي بن عبيد في المكان المناسب كيتمكن من التقاط الكره. تلعبات بشكل ممتاز لاحظوا بسرعه طب اللاعبين انه يرفعوا الكره داخل منطقه الجزاء. تعبت الكره طويله فرصه وخطيره لفتت فريق الفتح الرباطي لانه كان صعود ديال المدافع مروان الوادني امامنا. تعبت الكره بشكل ممتاز لاحظوا جمال السلامي لان الحديث مع الحفيظ عبد الصادق لانه طلب من اللاعبين انه يلعبوا الكره داخل منطقه الجزاء. تعبت الكره بشكل ممتاز ولكن مروان الوادني ما تمكنش من الوصول للكره. تحدث عن شباب محمدية المدير جديه والدفاع الحسن جديد اتحاد طنجة واولمبي خليبكا. تبدا المحاوله مشات الكره في الجهه اليمنى مهدي قرناص رفعت الكره فرصه وتدخل وابعاد الكره لانه كان البحث على اللاعب والمهاجم حمزه النوري. محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع ولا مرمى فريق الجيش الملكي. رضا سليم خدع الكره رضا سليم لم نتابع يعني الخطوره ديال رضا سليم وانطلاقات رضا سليم. سقوط اللاعب رضا سليم ولكن الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا وضربه مرمى لفائده فريق الفتح الرباطي. مطالبه بالخطا الحكم كان قريب العمليه وينهي الان اطوار هذا الشوط الاول بالتعادل السلبي 0 لمثله بين الفريقين. كنقول بان هناك صرامه تكتيكيه بين عزيز الصمادي وجمال السلامي. كل مدرب حاول انه يوصل للمرمى وانه يسجل اهداف ولكن الشوط الاول ينتهي بالتعادل. اعتقد بانه فتره ديال الاستراحه ستكون فرصه للمدربين من اجل تقديم النصائح والتعليمات. فريق الجيش الملكي دينا بورغيس صحيح انه مدافع ولكن هو هداف الفريق 9 الاهداف متبوع برضا سليم 7 الاهداف حمزه ايكمان 6 الاهداف متوج على مستوى الاحتياط احمد حمودان ورامي دياكي 4 الاهداف جوزيف كيدي زكريا فاتي 3 الاهداف مصطفى الصاد سجل هدفين مع فريق الجيش الملكي بعد ما كان سجل 5 الاهداف مع شباب السوالم. حدثت على جمال السلامي بنتائج قويه. رضا سليم تلعبات الكرة رأسية فرصة هدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي وهذا هو اللي تحدثت عليه من كرة ثابتة أنور ترخات في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. رضا سليم تفتات الزاوية الرأسية تدخل الدفاع وأنور ترخات يعني في المكان المناسب هدف الآن لكي يرخي بضماله على هذا الديربي وهدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي وفرحة كبيرة للجماهير العسكرية. هدف لكي يجي تقريبا 10 دقائق على بداية الجولة الثانية لاحظوا الفرحة الكبيرة للاعبي فريق الجيش الملكي والجماهير الحاضرة في المباراة. إذن أنور ترخات من جديد حاتم صوابي لادم النفاتي البحث على لاعب جوزيف ممتاز جوزيف كيدي دي فرصه لفتح فريق الجيش الملكي. ادم النفاتي توصل بالكره يمرر محاوله تسديده فرصه هدف ثاني لفتح فريق الجيش الملكي تسديده قويه لعبد حدراف الكره في الشباك وهدف ثاني لفتح فريق الجيش الملكي. بعد تمريرات خسيرة بين اللاعبين تحضير الكرة لعبد الفتاح حدراف لكباغة الحارس المهدي بن عبيد
جابوا من جديد هذه المحاولة، هنا انطلاقة ديال جوزيف كيدي، تمريرة في اتجاه اللاعب آدم النفاتي. لاحظوا آدم النفاتي وضع الكرة أمام عفتاح دراف، لاحظوا لأنه كان تقدم شيئا ما للحارس مهدي بن عبيد، هو الكرة لاحظوا الكرة أعتقد بأنه لمست بالفعل لمست رجل المدافع، لمست رجل يوسف بن عمري. حدراف شنو يعمل عفتاح حدراف كي مرر هذه فرصة لميديا كيتي فرصة أو تدخل ممتاز للحارس مهدي بن عبيد، تسديدة قوية من الإيفواري لامين دياكيتي في مناسبتين، وتدخل الحارس مهدي بن عبيد. كانت محاولة شكلت خطورة، كلموا الآن الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لهذه الجولة الثانية في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع. الجيش الملكي في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط في الوقت اللي هناك بطاقة وإنذار، إذن ستكون ورقة حمراء. إذن الإنذار اللي عفتاح حدراف ما يعني الورقة الحمراء، لأنه عفتاح حدراف كان تلقى إنذار بعد الخلع القميص ديالو، وبالتالي ورقة حمراء لعفتاح حدراف واللي قام بدور كبير هنا. يعني لازم نشير الأمر مهم جدا، هو يعني صعب انه اللاعب كيبغي يفرح بعد ما تسجيل الهدف، ولكن يعني خلع القميص. لاحظوا التدخل بالفعل كان تدخل، وبالتالي هناك ورقه ثانيه، اذا طرد. والجيش الملكي سيكمل المباراه بعشره لاعبين في الوقت. كتبوا المحاوله ديال لامين دياكيتي، كتبوا هذه الركنيه لعبات الكره الدائريه الراسيه، وتدخل الحارس محمد بايو اللي كيتدخل وكيبعد الكره يعني باليد اليمنى، يبعد الخطوره. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق الفتح الرباطي. تبعوا من جديد تفلات الزاويه، لاحظوا الراسيه ورده فعل الحارس محمد بعيو. كنتابعوا الاخر المحاولات في الوقت اللي ابراهيم السمعوني يستعد للدخول لعبات كره داخل منطقه الجزاء. تدخل الدفاع والحكم يعلن نهايه المباراه. بالتالي ابراهيم السبعوني تمكنش من الدخول في الثواني الاخيره لهذا اللقاء. اذا انتصار بجوج الاهداف لا شيء لفائده فريق الجيش الملكي، هدفي انور ترخات وعبد الفتاح حدراف حدود الدقيقه 84 امامنا الاطار الوطني عزيز الصمادي الذي نجح في قياده فريق الجيش الملكي خلال هذا الديربي للانتصار بهدفين لا شيء.